يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟ ما وصلنا إلى هذه الدرجة. صلاة الفريضة يسر الله، تقرأ ما تيسر من القرآن ولو قصار السور، ولا ما أظن إن شاء الله أن مسلم ما يحفظ قصار السور، ما يحفظ الفاتحة ويحفظ معها بعض السور القصيرة، ما أظن أن مسلم يصل إلى هذه الدرجة، ولا حاجة إلى حمل المصحف. إن حمل المصحف إنما يكون في صلاة الليل ولا صلاة التراويح أو التهجد الذي يحتاج إلى قراءة طويلة، لا بأس. نعم.